السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناخد النهاردة إن شاء الله الجزء العملي الخاص بيكو. بالنسبة للعملي، أول شريحة في العملي عندنا شريحة الاستاف لستافير الكوكاي. هي جرام بوست الكوكاي زي ما احنا شايفين، يعني مكورات كور جرام بوست، يعني لونها فايلت، وبتبقى ارينجد في شكل كلاسترز، جريب لايك كلاسترز، زي عناقيد العنب كده. فتلاقيها ايه مديه المنظر ده، جريم بوست في كوكاي وارينج في شكل ايه، جريب لايك كلاسترز. تاني واحدة عندنا الستريبت كوكاي، هي كوكاي برضو يعني مكورات جرام بوست برضو لونها فايلت، لكن الفرق بينها وما بين الستاب في الارينجمنت بتاعها. الستاب بتبقى ارينج في شكل كلاسترز، اما الستريب ارينج في شكل تشين سلاسل كده من الكوكاي. بعد كده عندنا نيومو كوكاي. نيومو كوكاي هي برضو كوكاي جرام بوست كوكاي، يعني كوكاي مكورات لونها برضو فايلوت، ارينجت في شكل ايه بقى، في شكل بيرز، يعني هي كل زوج مع بعضه كده، ديبلو كوكاي اتنين، كل اتنين مع بعض عاملين بيرز اهي، وحوالين البير ده في هالو فاضي، يعني سبيس كده فاضي، ده مكان الكبسول لان الكبسول ما بيخش الستين. فده منظر النيوم كوكاي جرام بوستر كوكاي arranged in pairs حواليها unstained space اللي هو مكان الكبسول. بعد كده عندنا النايسيريا، دي جرام نيجاتيف كوكاي بقى، هي كوكاي مكورات لكنها ما بتاخدش اللون الفايلت، بتاخد اللون البينك لانها جرام نيجاتيف، ماشي؟ فهي جرام نيجاتيف كوكاي arranged برضو في بيرز، كل ايه هما ماسس، يعني هما تكتلات من الكوكاي، لكن لو دققنا هنلاقي كل اتنين كوكاي قريبين لبعض، فبرضو هما عاملين بيرز برضو. يميز النايسيريا انها تلاقيها جوه وبره الخلايا، المنظر اللي قدامي ده هو ده خلايا، يعني ده السكشن ده هو نايسيريا في تيشو، يعني انا واخداها في تيشو مش في كالشر، يعني الشريحة يعني البكتيريا هنا في عينة، انا واخداها في عينة، وهنا الخلايا اللي انا شايفاها دي خلايا نيوتروفيلز. فنايسيريا ميزة ان هي بتبقى انسايد the cell and outside، هتلاقي موجودة intracellular، حاجات جوه الخلايا وحاجات برا الخلايا. اللي قدامي الحاجات الكبيرة دي هي الخلايا، هي النيتروفيلز اللي هي بتبقى لها نيوكليس مالتي نيوكليتد كده. فهي جرام نيجاتيف كوكاي arranged برضو in pairs، موجودة intra and extracellular. بعد كده عندي دي الدفتيريا. الدفتيريا هي جرام بوزيتيف باسيلاي، هي بقى باسيلاي ارينجد، الارنج بتاعها مش محدد، عاملي منظر تشاينيز ليتر ابييرنس، زي شكل الخوخ اللي هي ملهاش ترتيب كده، مش مرتبه كده، تمام؟ كل واحده في ناحيه لها بالبد اند، يعني تلاقي الاند بتاعتها شويه ايه تخينه شويه عن السايد التانية. دفتيريا الشريحة دي في كالتشر، يعني ممكن اسأل الشريحة دي في كالتشر ولا في تيشو؟ لو شريحة زي كده زي الدفتيريا كده، مفيش حاجة تانية في الشريحة غير البكتيريا بس، تبقى اسمها الشريحة دي ان كالتشر، يعني عملت كالتشر وخدت منها الشريحة، تمام؟ هنشوف في صورة تانية. صورة النايسيريا كانت في خلايا، في خلايا تانية اللي هي الباسلز او نيتروفيلز، دي في حاجة في الشريحة غير البكتيريا، تبقى الشريحة دي اسمها ان تيشو، يعني انا واخده السمير ده من تيشو، يعني من عينه، اخدت العينه عملت منها شريحه. لكن في كالتشر يعني ايه، يعني انا اخدت الكالتشر زرعت على طبق واخدت منه الشريحه، فالشريحه اللي قدامي دي فيها بكتيريا بس، اذا هي في ايه، في كالتشر. ادي كوليستريديام تيتاناي، تمام؟ دي جرام بوزيتيف باسيلاي، باسيلاي يعني روتس عصيات جرام بوزيتيف. ليه قلت عليها كلوستريديوم مقلتش ليه ديفتيريا برضو؟ ليه؟ عشان هي لها منظر كده كاركترستيك، هو الدرامستيك ابييرنس اللي هي عصاية الطبلة، اللي هي الايه الحاجات المدورة، اللي هي روتس وفي نهايتها في كورة كده، اللي هي زي عاملة زي عصاية الطبلة بالظبط. ده اللي يميزها، عشان كده بقول دي كلوستريديوم تيتاناي، لما نشوف المنظر ده لانها منظر درامستيك ابييرنس. وجرام بوزيتيف كوكاي زي ما قلنا، بسأل ايه، بسأل على الشريحة اللي هي ستينز، لحد دلوقتي كل الستينز اللي فاتت دي كلها كانت ايه، جرام بوست، كانت الستين جرام، جرام ستين. والأورجانيزم بقى ايضر ان هو ياخد لون فايلت يبقى اسمه جرام بوست، ياخد لون بينك يبقى اسمه جرام نيجاتيف، تمام؟
السؤال التاني هو في تيش ولا في كالتشر؟ اذا كانت الشريحه زي دي كولستريديوم فيها بكتيريا بس كلها هوموجنس حاجه واحده اللي هو البكتيريا، مش شايفه اي حاجه تانية فيها غير البكتيريا، تبقى اسمها العينه دي انا واخداها من كالتشر اسمها كولستريديوم ديتناي ان كالتشر، واخداها من كالتشر مش واخداها من تيشو، مش واخداها من العينه الشريحه انا عاملاها من الكالتشر مش عاملاها من العينه، يبقى دي اسمها ان كالتشر. دي شريحة التي بي، دي أول شريحة بقى عندنا الستين مختلفة، اللي فاتوا كلهم كان ايه جرام ستين، دي الشريحة الستين بتاعتها مختلفة. الستين هنا اسمها ايه؟ هي زيل نيلسون ستين، تمام؟ ده التي بي، التي بي فين؟ هو الروتس البينك دي، تمام؟ طبعا مش جرام، هي ما بتتسبكش بالجرام، انا بسبخها بستين اسمها زيل نيلسون ستين. التي بي هي الباسيلاي البينك، البينك روتس الموجودة ما بين الخلايا دي، هي دي التي بي بتبان كده كبينك روتس اجينست ايه بلو باك جراوند، الباك جراوند لونها بلو والباسيلاي بينك روتس، يبقى بينك روتس اجينست بلو باك جراوند تبقى الشريحة دي تي بي، بينك روتس اجينست بلو باك جراوند، تمام؟ بما ان هي في حاجتين في الشريحة يبقى مش حاجة واحدة، اذا الشريحة دي في تيشو ولا في كلتشر؟ الشريحه دي في تيشو لان في حاجتين، في خلايا وفي في الروتس بتاعت البكتيريا، تمام؟ الستين هنا ايه؟ الستين هنا زيل نيلسون ستين. بعد كده عندنا دي جرام نيجاتيف باسيلاي، تمام؟ عباره عن ايه؟ جرام نيجاتيف باسيلاي، باسيلاي هي روتس عصيات، تمام؟ جرام نيجاتيف مش واخده اللون الفايولت، واخده اللون البينك، تبقى هي جرام نيجاتيف باسيلاي، تمام؟ اي حاجه في جرام نيجاتيف بس طبعا مش حاجه مميزه، يعني الايكولايت يمشي، كليبسيلا، ستروباكتر، شيجيلا، سالمونيلا، كل الجرام نيجاتيف بس اللي بتاخد الشكل ده، تمام؟ اي حاجه تنفع ما عدا الفيبريو بس، ودي اللي لها شريحه لوحدها، لكن ده اي جرام نيجاتيف بس اللي بتاخد المنظر ده، تمام؟ الستين اللي استخدمتها هنا ايه؟ هي جرام، تمام؟ تيشو ولا في تيشو ولا في كالتشر؟ في كالتشر، لان مش شايفه حاجه غير البكتيريا، حاجه واحده اللي موجوده قدامي البكتيريا بس وشريحه هوموجنس، تمام؟ دي شريحة الفيبريو اللي اتكلمنا عليها، هي جرام نيجاتيف بس اللاي برضو، بس بتفرق ايه عن الجرام، يعني عن الجرام نيجاتيف بس اللاي العادية، ان هي الروت بتبقى كيرفد شوية، بقول عليها كوماشيد، هي جرام نيجاتيف بس اللاي يعني بس اللاي يعني روت عصيات، جرام نيجاتيف يعني لونها بينك، تمام؟ تفرق ايه عن عن الكلاسيك جرام نيجاتيف بس اللاي العادية اللي كانت في الشريحة اللي فاتت، ان هي معوجة شوية، ان هي كيرفد، تلاقي الباسيلاي كيرفد شويه، ممكن اقول عليه ان هي كوما شيب، واخده شكل الكوما، تمام؟ دايمايز الفيبري كولير، تمام؟ هي جرام نيجاتيف باسيلاي بس مسبوقه طبعا بالجرام. الشريحه دي طبعا في كالتشر لاني مش شايفه حاجه تانية في الشريحه غير البكتيريا، تمام؟ دي شريحه السبايروكيتس، شريحه السبايروكيتس الستين المستخدمه هنا اسمها جيمس ستين، يبقى دي تاني استين تقابلنا غريبة غير الجرام، كل الفات جرام ما عدا شريحة التي بي، الستين بتاعها اسمها زيل نيلسون، دي تاني حاجة مختلفة عن الجرام، هي ايه؟ شريحة السبايروكيتس. الستين المستخدمة هنا اسمها ايه؟ اسمها الجيمزا ستين. يميزها ايه؟ يميزها ان انا عندي خلايا اهي بلاد سيلز، الخلايا اللي انا شايفاها دي ار بي سيز، وما بين الخلايا الخيوط الحلزونية دي، هي دي البكتيريا، هي دي السبايروكيتس، يبقى عبارة عن خيوط حلزونية اهي، خيوط رفيعة قوي، واخدة شكل حلزون كده ما بين الـ RBCs، ما بين الـ Red Cells في Blood Film، ده Blood Film، دي الـ Spirochetes، تمام؟ الستين اسمها ايه؟ المستخدمة اسمها جيمزا ستين، تمام؟ الشريحة دي في تيشو طبعا لان في بكتيريا وفي خلايا، تمام؟ دي الـ Spirochetes. دي ايه اللي قدامنا؟ اللي قدامنا دي كانديدا، الكانديدا فانجس مش بكتيريوم، تمام؟ بس بتتصبغ برضو بالجرام ستين زي البكتيريا، شكلها ايه؟ جرام بوزيتيف، يعني واخده اللون الفايلت بتاع الجرام، شكلها ايه؟ عباره عن خلايا، خلاص، سيلز بادنج، شكلها راوند، ممكن تبقى راوند ببعضها نلاقيه راوند ببعضها نلاقيها اوفال، تمام؟ بادنج يعني تلاقي كل خليه خارج منها واحده، كل واحده خارج منها واحده، اللي هي البادس اللي هي البراعم، تمام؟ لها المنظر ده، ما فيش حاجه تانية شبهها، هي كلها بنفس المنظر ده، تمام؟ الكانديدا جريم بوزيتيف لونها فايلوت، تمام؟ الستين المستخدمه هنا هي الجريم، الشريحه دي في كالتشر لاني مش شايفه اي حاجه تانية قدامي غير الكانديدا، كل الشريحه هوموجينس.
اللي قدامي دي حاجة اسمها blood culture bottle او الكاستانيدا بوتل، تمام، او نقول blood culture bottle، تمام. دول عبارة عن ازازتين، واحدة uncultured اللي هي البيضة دي مش مزروع فيها حاجة، والتانية بعد ما زرعت فيها عينة البلاد دي اللي بعمل فيها blood culture. بشخص بيها ايه؟ لما اكون عايزة اشخص الفيفرز، عندنا مثلا typhoid fever، عندنا مثلا حاجة اسمها مالطا فيفر، تمام، بيتشخصوا بالبلاد كالشر دي، تمام، اسمها بلاد كالشر بوتل. ده نيوترنت اجار، احنا كنا بنقول ان البكتيريا بتتزرع على اطباق، الاطباق دي عبارة عن حاجة ازاز او بلاستيك كده، طبق ولوطة ومصبوب فيه مادة ستيمي سوليد، بيتزرع عليها البكتيريا بلوب كده، ده نيوترنت اجار. اللي لما بيكون لونه شفاف كده ده اسمه نيوترنت اجار. بيتزرع عليه، ده يعتبر سيمبل ميديا، يعني يزرع عليه الحاجات اللي هي بتطلع على اي ميديا عاديه مش محتاجه ظروف معينه يعني. ده اسمه ايه؟ نيوترنت اجار. الطبق الشفاف ده اسمه نيوترنت اجار. بيستخدم في ايه؟ بزرع عليه معظم البكتيريا اللي هي مش محتاجه ميديا خاصه. ده نيوترنت اجار زرع عليه البروتياس. البروتياس اللي هي بتعمل سوارمنج البكتيريا لانها موتايل قوي، فانا بزرعها في نص الطبق الاقيها بتتحرك بتتحرك توصل لاخر الطبق لحرف الطبق، تعمل تموجات من الجروس. المنظر ده اسمه سوارمنج جروس اوف بروتياس، مزروع على نيوترنت اجار. ده نيوترنت اجار شوينج سوارمنج بروت سوارمنج جروس اوف بروتياس اللي هو التموجات بتاعه البروتياس. ده منظر البلاد اجار، طبق البلاد اجار لسه مش مزروع عليه حاجه، ده uncultured، عباره عن طبق لونه احمر، ده البلاد اجار مش مزروع عليه حاجه. ده طبق بلاند مزروع، ده بقى شوين بيتا هيمولسيس، ده اللي عليه البيتا هيمولسيس. لما كنا بنقول ان في اورجانيزمز بتعمل ايه، بتكسر الار بي زيز، فتلاقي فيه فراغات بيضة كده في طبق البلاد، يبقى ده بلاد اجار شوينج بيتا هيمولسيس. ده بلاد اجار شوينج الفا هيمولسيس، لما نلاقي بلاد اجار وفي لون اخضر ده الالفا هيمولسيس او البارشال هيمولسيس اللي هو الهيمولسيس غير كامل. بلاد اجار وفي اللون الاخضر يبقى ده الفا هيمولسيس. ده شوكليت اجار مش مزروع عليه حاجه، هو اجار طبق برضو زي بقيه الاطباق، لونه بيكون لونه شوكليت، لونه بني كده، عشان كده بنسميه شوكليت اجار. ده الليفرر سيروم اللي هو بيتزرع عليه ديفتيريا، تمام، عباره عن انبوبه صغيره كده وفيها سلوب كده، الميديا بتبقى سلوبنج فيها، اسمه اللوفلار سيروم. بيستخدم في ايه؟ في ايزوليشن للدفتري. ده الليفنشتاين جونسون ميديا او ال جي ميديا، الميديا الخاص بالتي بي، ده اللي بزرع عليه تي بي، تمام، ده الليفنشتاين جونسون ميديا. ده الماكونكي اجار، اجار طبق برضو لونه اورنج شفاف كده، يعني هو يفرق عن البلاد ان البلاد بيكون لونه احمر وبيكون غامق، لكن الماكونكي بيكون لونه شفاف ولونه اورنج. ده ماكونكي مش مزروع عليه حاجه. ده بقى ماكونكي اجار مزروع عليه لاكتوس فيرمنتنج بكتيريا، تمام، فلونه بيتحول الى اللون البينك. ماكونكي اجار شوينج لاكتوز فيرمنتر، يعني مزروع عليه بكتيريا بتعمل فيرمنتيشن اللاكتوز الموجود فيه، فبتدي اللون البينج ده، فبيتحول لونه الى اللون البينج. زي ايه؟ زي الايكولاي، زي كليبسيلا، زي سيتروباكتر. اما ده ماكونكي شوينج جروس اوف لاكتوز نون فيرمنتر، فلونه فضل اورنج زي ما هو، ابول عليه يلو اورنج، لكن عليه زرع، يعني اذا كان مش عليه زرع يبقى ده ايه؟ uncultured، لكن ده cultured ومع ذلك لسه لونه بيل يلو او يلو اورنج كده، يبقى ده مزروع عليه لاكتوز نون فيرمنتر زي الشيجيلا وزي السالمونيلا وزي البروتياس. دي ميديا فور انيروبيك كالتيفيشن اسمها روبرتسون كوكت ميت ميديا، دي بزرع عليها الانيروبيك اورجانيزم زي كوليستريديا مثلا، دي حاجه انيروبيك محتاجه ظروف معينه، محتاجه انها تبقى انيروبيك كونديشن، مفيش
اكسجين. الروبرتسون كوك دي ميت ميديا ده ميديا سبيسيفيك او يعني خاص بزراعة الانيروبيك اورجانيزمز. ده الانيروبيك جاسبيك جار، جار بضع فيه الاطباق البلد لما ازرع عليها برضو انيروبيك اورجانيزمز. انا عايز ازرع اورجانيزم انيروب بحطه في الجار ده. الجار ده يعني بتكنيك معين كده بفرغ الهواء اللي فيه، ما بيبقاش فيه اكسجين خالص، بحط فيه حاجات بتكونسيوم الاكسجين اللي فيه وبيتقفل كويس بكليبسات، يعني بحيث ما بفرغ الهواء اللي فيه خالص علشان اخلي الميديا جواه انيروب انيروبي. فبالتالي ايه ده للجروس للانيروبيك اورجانيزم زي مثلا الكوليستريتيوم. ده الاوتوكليف، ده اهم حاجة عندنا في الجزء بتاع الاسترلايزيشن، هو نحن نعرف شكل الاوتوكليف. تمام، ده كده ده الجزء العملي الخاص بي.